يا جماعة بجد والله الواحد مش عارف يقول ايه ولا ايه. يعني في دول عاملة فزاعة كبيرة قوي للكيان، رغم ان انت لما تيجي تبص على الكيان دوت هتلاقيه قش قش حتى بنوده. يعني اما تبقى عندك فرقة مدربة على اعلى مستوى، وبيقول طبعا دي في الحروب حاجة جبارة، والعياذ بالله طبعا احنا ما بنصدقش الكلام ده عشان ده هقص عندهم طبعا، او هم مقتنعين بيه لان شايفينهم واو عندهم وهم زد يعني، فاهم؟ انا مش هتطرق كتير، انا عايزكم تشوفوا الاشاوس بتوع اللي ما يتسموا عملوا ايه اول ما شافوا فار. السلام عليكم.